اثره. اخو بريد سكايب راه تغرت مرات نطاطا الاستاذ عبد الرحيم فداوي. استاذ فداوي مرحبا بك. وتمنى فاطمه نمرت من بهري الغان. مرحبا. مرحبا استاذ فداوي. من تفضل كيدنا يعني الزياره نغ تا ودا ناديه رئيس الوزراء المزيره اسبانيا غرت مزيره نغ تلا غير سيات الاهميه خاتارت سمتا فير البيان الختامي غد اعلي من تينيري ناس تفض تودايا ضم شاور نيا رئيس صاحب الجاليد محمد وصيص ربيعتي نصر رئيس الوزراء المزيره اسبانيا وشاد شيان زيت مثار الناس دين سدعوث تزويري القضيه الصحراء المغربيه. تنميرتنا ولتما فاطمه راك مبهرانت نمير راك مبهران تشكر في الاستضافات. مرحبا. اولا قبل كل شيء كاين ريخ زوار انه هو النغيات اللي مسلت لي كان جد مهمه قبل ان نسول في الزياره بيدرو شانسيز تما زيرتنا حنا المغرب ريغ النغ سمد انه الدبلوماسيه المغربيه انت الدبلوماسيه المغربيه النجاح على الصعيد العالمي د تيبيان انه الدوله مزيره المغرب يزيس لك كرا المراتب اللي باهره قرنين خمس الناحيه الاقتصاديه ولا السياسيه ولا الاجتماعيه. الشيء اللي يجان سبليون الثانيه انه المغرب غير ينفتح في الدول باهره قرنين زود الولايات المتحده الامريكيه مجموعه من الدول امريكا اللاتينيه دي افريقيا دي اوروبا الى غير ذلك. دونك المساله يا ورا التزريف في اسبانيا غير غي كانكا لابد ولا انت تتراجع القرارات نص تراجع حماس مجموعه من الامور الثانيه تنسى المغرب صغيدي زرين شكون كلاد لينس انه اسبانيا هذا المغرب تكا يا الغريمي كان تقليدي منافس حماس القضايا الاقتصاديه السياسيه الى غير ذلك. ارتسقول انه سمد ديز اغديو ربي تتوري سلس المسائل دي سرستي تزريرو غيني يجان اسبانيا انه تبادل المواقف نسى يشكي سي بيدرو شانسيز دارو وقليد تنصر بي من اجل انه ادناقش مجموعة من توري وين اللي بهرة قوتنين اللي رياج لان اسبانيا تقول لك يسيك ليسنيح انت المغرب نفس المصير المشترك حماس مجموعه من المجالات اللي درسنا مجموعه من الروابط دادور التوك اللي سمنح المغرب غمس الناحيه الاقتصاديه يشهد مجموعه من التطورات اللي باهره قرنين ان المغرب غير يركب مستوى كان عالي سواء حماس الصناعه صناعه الطائرات صناعه السيارات سوق غلاتي يتصدر الى غير ذلك. المغرب انتان اني كانت كواسنس في القضيه الوقت اللي تيني الجريمه العابره للحدود ان الحدود ان المغرب تلعب تلغمس الموقع استراتيجي اللي باهره فولكين تتقى بوابه في اوروبا تتقى بوابه افريقيا. دونك المساله تقات المساله اللي باهره مقور اللي حنسوقوها اسبانيا دونك تلك من الوقت اللي تيخصها اسبانيا تتقى فوسنس غماس نتزمت المغرب السرور والتوين كيم غماس المشاكل اللي كله زرينين اللي سينا وقلي تنصر ربي غماس الخطاب نص ان الانسان اللي يضرب ان الانسان اللي تورين المسائل اللي زرينين الاشكالات التاريخيه المشاكل الكسور كيزن تيتفكر ويمكن يدو سلوك قدام. دونك غيدا غنقول ان بيدرو شانسيز ولا الدوله الصبريون يعني تسوى نقم مزيان تفين انه الماضي يخصا يبقى ماضي يخصا غير هذا درزمن صفحه كان صفحه جديده غيني يوفى انه اللي غادي يشكا صغير فوغنس مجموعه من النقاط قيس الاعتراف الاسباني مدى الاهميه للقضيه الصحراء المغربيه انه مريض حول ما امكن ادعاج مجموعه من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ما بين المغرب واسبانيا انه الاشكال اللي يزرين غمس القضيه العبور البضائع العبور الاشخاص حماس الميناء الاور المتوسطي يعني واني قايل المشكل مقرن دار الصبريون يعني يوجد تعيش توقت المشاكل غني وفي تنقطه دول انت تغمس البيان المشترك اللي تسنى نشكو انني تقيس سمي الاستئناف من رحلات المدن اللي ريفتوس اوروبا ضربت الطريق البحريه حماس المدن ولا البضائع انه تلا المسائل اللي ظنين انه بدات الزرايك راهي كاتا سكواس نقر المغرب الصبريون الوافدين غمس اوروبا تقات العمليه مرحبا دونك انت تلك من الوقت سراي دسرزن لاعاده التفعيل التعاون حماس المنطقه المساله التجاريه الصناعيه
الثقافيه كل شيء المسائلات وجان اسبانيا غمس نتوزمت نسن غمس نتوزمت الحكومه نسن انه اتفكرت وين سلك من الوقت انه في كانت الامارات ان الجذور المتوسطيه والتنتيه تلعب نتيان الدور ايجان مهم للاواصر الجوار دونك غير هذا الصبريون تفهم كل المسائلات غير الناس تجان انه الزاويه تسقف وسنس غمس وفوس المغرب غير كليس الناس يزور ان غير المغرب وسوليكي المغرب التسعينات نحت الثمانينات المغرب غير دار سي الانفتاح مقرن في الدول كانين العظمى اللي داري اللي تاثير في الاشكالات اللي تقونن عمس العالم باسره. نعم استاذ فداوي تسيور دك تيزويري نواو نك في النجاح الدبلوماسيه المغربيه اياد النجاح نديوشان المغرب ديوض القرار نشيان زقت ميزار قتي زويرين سنتا مازيرت الامريكان موين نسن امكينا دا القرار نشيان زقت ميزار دغي النائق قرين الحكم الذاتي قرين سما الصحراء المغربيه ارزمن السفارات نسن قد داخل هاد العيون يعني اياد المواقف كله استاذ فداوي بلا شك الا غير سن ديال المستقبل خطر في المنطقه الاقاليم الجنوبيه نسن مس الاستثمارات خطر اكدان دون دغي سوبريد نوياد نرزم القنصليات انت ميزارات داخل هاد العيون. مرحبا بك ما وتمنو فاطمه تنمرت مبهره يرغان مجددا غير هذه القضيه كي ديما نرتوري حسيت المساله اللي كان الدافع الاساسي انه انك ما غاديش كتقولو الدبلوماسيه الناعمه او الدبلوماسيه الوازيه الموازيه اللي نهج وقليد التنصر به منذ اعتلائه العرش نص انت تلعب نين دور جد مهم لان لولا الدبلوماسيه وقلي القوه نسى الطريقه نسى اللي سي خدمتي ووري ونسى باتجاه السياسات الخارجيه التوصيات نس اللي كا الوزير الخارجيه اللي ولا انت اللي صدار ايس انت سكرت تنزيل على مس الارض الواقع انت كله اي كان يعني السبب مقرن باش المغرب اي زيكزاس اللي قدام النتائج اللي بهرا فولكينيني كلي سنيت نيخ سي زوار انه غلاد الاقاليم الجنوبيه نحس الصحراء المغربيه دول عظمى مقرنين كيزير زمن توقت السفارات وهذا اعتراف يعني قطعي سيس مغربيه الصحراء اللي حكت لكم اسبانيا ان يتكلم سلتقة أساسية وريحة التزريح أن المغرب ولا سوريسكا وريجية الدولة اللي ريسك المقايضة يعني أدستا أدستا مصطفى سنس تلقى ديال نسبتا دمليلية سبتا دمليلية ولا تنتي كانت هي الجزء لا يتجزأ بحال وحدة الترابية المغربية الوقت اللي تستلكم اسبانيا المسلتات يعني تقال المسألة اللي كان صافي صريحة يعني خصها الدفوع نكرر المواقف اللي كاينين المواقف اللي كاينين علنيه واضحه السرور نسوا غير كلي سنتيني غماس نظرات نكران لي زار نعتبر تكرو غرابة اي اللي لا الدفوع يعني صبرا تسنميد نسن المواقف نصبليون نسن المواقف الدول كلها تنتف في القضيه الصحراويه وكاين اللي سنا المسائل السفارات اللي ترزمني غمس نصحري كي تمني كانت نتاج الانتصار الفلسفه دو سوينغ وقال لي تنصر به المساله اللي لدى حيف مساله اللي بهره فو الكين اللي رايح فيها القوى سمس المغرب إز غلاد إيسيغا القوى اللي كان عالمية التي يضرب لها ألف حساب أنه إن شاء الله الرحمن الرحيم يكون على يقين هذا المسألة اللي نظم السفارات الاعترافات اللي ديوش كان غير من اسبانيا ساس المغرب راه بيان انه المغرب يسلك يتيزي بهره مقرن اللي حي صفرحنا سي خصها غير الاحزاب الوطنيه المجتمع المدني كله تنظم خارط نحمس الفلسفه اللي نهج وقال لي كاين ولا نتنيافوس غفوس باش الحمد لله تبرت الوطن المغربي اتلك الدول الخارجيه سماس المغرب يزد غير سيقايت القوة اقتصادية اجتماعية ثقافية أستاذ فداوي نسن مس تمازيرت اسبانيا سمثا المجتمع المدني نيلان تمازيرت هذه كاتينا اللي استخدمت وريقة حقوق الإنسان غدي مور نمدن كوالي تخصان النزاع في الصحراء ولا أي خف تشويش خف المغرب جاج المنظمات الميزار دونيث يعني أيض العلاقات تيمينوثين يعني المغرب اسبانيا الموقف مازيرت اسبانيا سيدادي الحد إوياد نراينا توريقة ناري تستخدم ضد المغرب سوبريد يمر الميدان حقوق الانسان.
تنميرت وتمانو فاطمة اللي نسن أنه المغرب غيلاد يشهد القفزات كاع النوعيات، القفزة مقورن غمسة القضية من حقوق الإنسان، حتى مثلا المسألة غير غير تغيلات المغرب يسي طريقة الاضطهاد اللي متعرض مد اللي غمس المخيمات نتندوف غمس الأطفال ضحايا الألغام اللي غمس الجنوب الأقاليم الجنوبية الصحراء المغربية، حتى الإكراهات اللي متعرض توقت مد اللي غمس المخيمات نتندوف اللي التنين غير غير غمس نتوزمت المخيمات عاش الملك يرينا الدورين ستوزمت نتمازيرت المغرب كلينس تبارك الله يسكر يطلع كليسة من يغسي زوار يسكر القفزة بهرة مقرن نحمس القضية حقوق الإنسان، ولكن غادي كليسة من يغو يشكي غير غي كانكا يشكد الحكمة يترزانا أن غيلاد المغرب يزوج بزاف حماس المجالات كلشي غير المجال حقوق الانسان، بس بل اكثر من ذلك انه لانت مسائل اللي جانين انيه لانت مسائل اللي جانين اساسيه بعده اعتبارات نزريت انت سي زوار حتى المغرب غير انه إسكريات المحاولة بهرة مقرن غمس تعبيد البنيات التحتية اللي غمس الأقاليم الجنوبية ضربت الربط الشمال الجنوب طرق السيار أنه غلاد الجنوب الأقاليم الجنوبية تعيشنا يتحسون انه عيشنا حماس نتمازيرت نسنيات المعيشه بهره فوركين تغيلت حتى حماس القضيه الانتخابات انه المغرب اللي تعيش يعيشيات المرحله حماس الانتخابات يعني النزيهه اللي بارتيسيبين توكت المغاربه بارتيسيبين كيز ميد اللي غمس الاقاليم الجنوبيه نقول انه يعني كاس الارقام الانتخابيه اللي دارنا اللي تتبع حقوق الانسان غمس نتوظن مازيرت انه كل ميد اللي غمس الاقاليم الجنوبيه الحمد لله شاركن غمس الانتخابات دغيت يوريد الفاعلين المجتمع المدني اللي صدرني هذا السلك من تبرات سماس انه السياسه الدوله السياسه المغربيه حيد نفلاس مجموعه من يعني نفض نفلاس الغبار يعني حيد نفلاس توقت المسائل اللي سالنت جهات لورينين الوحده للمغرب اتمون انه في 12 مجموعه من الاكاذيب مجموعه من السيناريوهات اللي كان الدول براس مس المغرب سوريجيات الدوله كانت ديمقراطيه، ولكن ولله الحمد المغرب كل منيح جاءت الدوله التي تفكر جيدا وتضرب بقوه ثقيلة حتى مجموعه من المواقف اللي فان كان واتجار غيد نيت انه اسمس المغرب يزدي سيقايات الدوله اللي وريفتين القوانين الاتفاقيات العالميه، ولكن عند قلت انه المغرب اساس القياده كي سامنيح وقليد التنصر باسم منك سيتدبر الامور نص ورنقي غيد المناوشات اللي سكرنين الدول الخارجيه المعاديه الاستقرار المغربي، بل اكثر من ذلك يسيدهم الجمعيات المجتمع المدني افتبرات الاحزاب باش تسوقين القرارات الشعب المغربي مجموعه من القرارات الشعب المغربي كله باش تنتسن ذات السن انه تمازيرت نحيز دي يسات الزيكيز غمس يانو بريد اللي بهره يفور كينسا وحنا حماس القضيه كينسا من حقوق الانسان حماس القضيه السياسيه حماس القضيه الاجتماعيه حماس القضايا الاقتصاديه الخيرات ريف الانطباع بهره مقرن غمس حماس الارتباط نحد العلاقات نحد الاتحاد الاوروبي، لان غيدي زرين كاتين اسبانيا يعني الاشكال انه الوقت اللي تاخذ الاتحاد الاوروبي كرا القرار دائما كاتين اسبانيا تلقى يتبيضات مجموعه من القرارات زرين، ولكن الحمد لله دبلوماسيانس الحكمانس يستطيع المغرب غير انه الاعتراف من اسبانيا انه توقت القرارات العلاقه مع الاتحاد الاوروبي سواء التجاريه الاقتصاديه الزيكز انت سوفلاس انت وري لي والو ديك اللي تسند غير المغرب تبارك الله يسي الزيكز حماس مجموعه من الصناعات المتجدده غير المغرب ريت تصدر سواء الاتحاد الاوروبي الى الغرب كله هي الطاقه اللي كان طاقه طبيعيه 100% ان غير الصحراء يرزم المغرب مجموعه من الاستثمارات مجموعة
مجموعه من المسائل اللي سقولين الدول اللي راني المصلحه يتمازيرت نسن انه يسي خصها انه اتزيكز نسو قدام الصافي فلن اللي لان غمس الماضي دات كينا ايت القدام باش يتبنون يتوري الدوله المغربيه اللي بهرا اللي راتني سوسمتني تسوسم الشعب المغربي ملكا وشعبا وتمنى فاطمه نعم تنميرتي.